محمد بن سلمان بتورط بلاده في نشر الفكر الوهابي. حتى يوم أمس كان أمراء وملوك آل سعود يمجدون ويمدحون الوهابية ومؤسسها محمد بن عبد الوهاب، ويحثون على صونها ونشر أفكارها لدرجة إنها أصبحت الدين الرسمي للبلاد القائم على التكفير والقتل. حتى إعلان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بأن الوهابية تهمة وخطأ من الماضي يجب التخلص منها. إعلان ابن سلمان طلاقه الأخير من الوهابية، حيث شكل ذلك إقرارا صريحا بأن الوهابية جرم ويجب إيقاف مجموعات الإرهابية كداعش وأخواتها التي يحملن العقيدة الوهابية التكفيرية.